بتابع هندي من فترة، من فترة كبيرة يعني، واللي حببني في الحوار ده كان والدتي يعني، الله يديها الصحة. كان فيها ميزة يعني، كان انا كنت بشوف، انا كنت اسمع عن افلام هندية، واول ما شفت افلام من نوع تاني، طورت الافلام. يعني انا اول ما شفت، ابتديت مثلا على افلام اللي هي سينا 2010 2005، من 2005 مثلا لحد وانت جاي، كان في تطوير عن اللي انا كنت بسمعه. انا كنت اسمع مثلا الافلام الاول بيبقى فيها ضرب، وواحد لو زقك كده تلاقي نفسك بتطير مثلا، سبت الهند رحت باكستان. ف الكلام ده انا ما شفتوش في الاول. بعد كده اول بقى ما رجعنا بقى الافلام مثلا بتاعت اميتاب باتشان والناس القديمه دي، لقيت الموضوع مختلف خالص يعني. واحد يوم جاي شايل لك تمساح، يرقص بالتمساح على كتفه، جاي عارف التمساح. وده انا حتى في مره شفت فيلم، كان مش عارف ده بجد ولا هم بيشتغلونا ولا كان اعلان ولا كان ايه. اتنين اخوات لو طفله صغيره، قال لك يتبنوها يعني ويرعوها، قعدوا يرعوها وجم في الاخر هيتجوزوا، اكتشفوا ان البنت دي في الاخر مش عارف. وشفت مثلا فيلم تاني، البطله المفروض بتموت وبتعمل عمليه قلب مفتوح، فما هو ما كانش قلب مفتوح يعني، هم كانوا رسمين رسمه على صدرها كده ومفيش قلب يعني، رسمه 3 دي ومفيش والمفروض يعملوا لها عمليه. كان البطل بقى رايح يجيب لها قلب. قلب فرجي والله. بتكلم انا مش عارف سيناريو الفيلم ايه ولا القصه ايه. حصل شويه اكشن ومغامرات، والبطل دخل في التحامات مع ناس اشرار طبعا، وقعد يضرب هنا ويضرب هنا، ومره واحده راح واحد مسك رمح واداهوله في ظهره، فهو اول ما خد الرمح القلب طلع من صدره. نط هي مثلا، لو احنا الخناقه اللي هي حصلت دي موجوده في اسكندريه، فهي الست بتعمل عمليه في اسوان. القلب طلع طار في الهواء من اسكندريه لحد ما راح مثلا اسوان، ودخل المستشفى ونط من جوه الشباك بتاع المستشفى ونزل في مكانه. هو مش الغريب ان هم، ومره واحده النبض رجع هو مات. لا لا لا، هو مش الغريب في ده ان هو نط، هو الغريب ان هم بيعملوا عمليه فاتحين الشباك. لا مش الشباك، لا 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 لا، ما فتحش الشباك، الشباك اتكسر. ده قلب حديد. هو الموضوع بيبقى فيه، وساعات مثلا تتفرج على افلام للممثلين كبار جدا ومؤثرين على مستوى العالم، تلاقي بتحصل برضه حاجات غلط يعني. مثلا في مره بتفرج على فيلم اسمه تشيناي اكسبريس بتاع ديبيكا وشاروخان. انا بحب السينما الهنديه يعني، يعني هي حاجات مختلفه، الطابع بتاعها مختلف. فهو راكب القطر والقطر ماشي، فهي بتجري وراه عشان السنه تمسكه او تلحقه، فهو مادي ايده وطالع بره الباب اساسا ده، وهي بيجري والقطر بيجري، تبص بقى يجي لك كاميرا جايب القطر كله جنبها بابين. طب ما تنط الباب فيهم، طب ما تنط الباب فيهم ازاي بقى؟ هي عايزه رياكشن بقى توصل له. فهو الموضوع بيبقى كده يعني. لا بس يعني كل كوم والمسلسلات عندهم كوم تاني يعني، الدراما عندهم، الدراما عندهم بيبقى فيها حاجه غريبه بس يعني، هم بيمطوا في المسلسل جدا، تحس ان المسلسل بكره تخيط من هي لبنها، المسلسل ما بيخلصش. في حاجه مش ما بفهمهاش يعني، مشاهد يعني مثلا بيحصل السين او المشهد، تلاقي مثلا المشهد فيه خمس او ست اشخاص واقفين، ففي شخصيه محوريه اللي هي البطله وليكن او البطل، في حد بيكلمه، بيبقى الحد ده غالبا بقى كارهه، بيكلمه في حاجه مره واحده ومليه مثلا بيديله بالقلم. المشهد ده، مشهد القلم ده عشان يتصور تقريبا، المشهد ده بياخد منهم 3 ايام مشهد القلم ده. هنقول عادي، احنا مالناش دعوه بالانتاج بالمونتاج والكلام ده، ده مش بتاعنا. المشكله ايه بقى؟ ان المشهد بيتعرف ربع ساعه، ربع ساعه بياخد القلم ويجيبوا رأيه، ياخد الألم تأثير الصدمة، وتلاقي بقى كل واحد بيبص كده، تلاقي واحد تاني بيبص كده، وتلاقي المشهد كله لافف اللفة دي. طب على إيه؟ يعني إيه؟ يعني هو ألم خلاص، الموضوع انتهى ليه؟ وبعد المشهد بيخلص بقى بيحصل إيه؟ لا عادي خلاص الموضوع بينتهي خلاص، خلاص بقى خلاص، ماشي خلاص المشهد خلص، وبينسوه وبيبتدوا في مشهد جديد يعملوا نفس الحوار. في ناس بتتفرج على ده يعني، ناس مستمتعة. أمي الناس دي مش ناس، دول أمي.